دي وصلت لنا حبيتكم. من لك الهمة؟ طب ما انت دائما بتوصليني. خليني وصلك في مرة. لا تكوني وعد حدا بحارتنا هيك شي. بس انا بكمل طريق، ما بوقف معكم. مثل ما بدك امشي. هذا اللي وعدته اخي مازن. هلا هذا اخوكي؟ والله العظيم انه اخي. مستحيل يكون اخوكي هذا. ناديا ارجوكي ما تغلطي، ما تكوني حقوده. انتو بتعرفوا بعضكم؟ اخوكي من اول السنه بيلحقني وبيضايقني. على اساس رفيقك زياد. انا مو رفيقي زياد، بس انا ما ضايقتها، انا كان بدي اياها بس تسمعني. قلت لك 100 مره ما بطيقها، كيف بدك يعني اسمعها؟ يعني مصره ما تسمعيني لاخر العمر. ناديا على كل حال انا حبيت اشوفك لقلي اني زعلت كثير عليكي لما دريت انه سياره ابوكي سرقت. انت ما بدك تبطل رزقتك ولا؟ ليش هيك عم تحكي معه؟ ليش من حضرتك بلا صغره؟ هي اختك علي، خلينا نمشي. انت واحد عم تلعب بدمك، المره الثانيه رح ابعتك على المستشفى. امشي بطريقك امشي. واذا ما مشيت؟ خلص طارق، خدي اخوكي وامشي اماني. ومنو هاد؟ انت ما قلتي انه هي وشها مو وش حب؟ هذا حبيب القلب. وانت كيف بتحبها وبتلاحقها بدون ما تقلي؟ انا بحبها انا؟ لك انا بدي كسر راسها هي وهداك ال... ماشي الحال. لحية ملعونة يا نادية، شاب حلو كمان. ترسي وليه؟ يلا امشي على البيت. يلا نلي. لا انا بعرف انه مازن اخوها، ولا هو قايل لانه عم يلاحقني. هذا الولد ما في دم. قال شو؟ زعلان علينا لانه سيارتنا انسرقت. انا بصراحه كنت شاكك انه يكون له يد بسرقتها. مازن؟ هيك كنت مفكر، بس لما سالت تاكدت انه ما له علاقه. صحيح، قبل ما انسى، نحن يومين تانيين ورح نعطل من المدرسه مشان ندرس بالبيت. ايه؟ يعني ما بقى تشوفني غير لخلص فحص البكالوريا، يعني بعد شهر. لا هيك ما اتفقنا. طب شو فيني اعمل؟ فينا نطلع نتقابل، نقعد بشي كافيتيريا، نشرب قهوة، ناكل بوزة. نادية صدقيني ما رح أطلق عن دراستي. على كل إن هذا كرتي، في رقم البيت والموبايل، بس تلاقي حالك ضايجة من الدراسة تلفني. بس من هلأ لشهر أقعد بدون ما أشوفك، والله ما رح أتحمل. ولا أنا. قلتي شي؟ لا. مع السلامة. الله يسلمك.